اخيرا اغفر الله اسمه يا رب الامتحان مش مهم خلنا على اجازه خد ماكس قول لي عملت ايه لا بقول لك انا ما بحبش اراجع الامتحان بعد لا 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 سؤال واحد راجع يا عم سؤال واحد بس عشان نطمن النبي عشان نعرف نخرج براحتنا اول سؤال ده كان اختياري كان اختياري عملت اي حاجه اي حاجه ايه يا ابن الاجبال الله يخرب بيتك تحت اول كان اختياري ايه ده بجد طب سيبك منه اللي بعديه عملت فيه ايه ما انت لسه قايل اهو ما اختياري برضه ما حلتوش برضه لا اختياري عندك حاجه المفروض ما ترجعش اصلا تعالى خلصنا كده خلصنا الامتحان كل اللي نفسنا فيه شوف بص ايه ما عملناهوش وهنعمله هنعمل ايه بقى بص هنروح نلعب بلاي ستيشن هنحجز كوره هننزل نلعب بيلي مع العيال الصغيره ده مفيش حاجه مش هعملها خلاص قشطه يلا بينا لا يلا بينا ايه انا بقول لي خلاص امتحان وتعالى على البيت هروح انا بقى اغير هدومي تروح تغير هدومك وتجي اهنا خلاص انا هروح كمان اغير هدومي واجي لك على البيت قشطه بينا يلا بينا سلام افتح يا حاجه اسمع استنى يا حاجه انا في عمو ايه المفاجاه دي مين كسر جوه انت جاي له تعالى والله كنت جاي اسال عليه بس يا عم والله في حد جاي اسال حد يخبط يعمل نوش اللي انت عامله كله في صحيح عمرك كلها والله فتح لهم قلت ايه جوه خش جاي اصحاب تعرب صوت ايه ده فين ابوك يا عم ابوك مسكني هزقني طلع عين ابوك يا عم يا نهارك اسود وانت كنت عامل النوش ده كله بره اه عامل ايه ما هو اللي مسكني من ساعتها والله ما كانش راضي يسيبني ده احمد ربنا اسمك الله يخرب بيتك انا فكرت انت اللي واقف على الباب والله يا عم ساكت بقى يا عم انا بقالي ساعه بره عمال انده عليك وخبط وابوك هزقنا وانت لسه ما لبستش لسه ما لبستش يا ابني انا قلت خلاص اقعد انت بس كده على جنب لغايه ما اخلص يا نهارك والله ما كان قصدي والله ما اللي بيتكسر جوه ده امي اسود عم انتوا بتكسروا في ايه ده انتوا بتعملوا ايه وموقعين السرير يا مصري والله هو بنعمل ايه لا اوعى تفهمينا غلط ينفع لو ابوك وامك عملوا فينا كويس منها يا جدع على كده هيفهمونا غلط اتنيل يلا يا ابني تعالى يا عم انت قبيط ايه اللي انت جايبنا فيه ده بس ايه رايك ايه رايك انت جاي في ملاهي ابوك عايز يتفسح عايزين نخربها جايبنا هنا طب تعالى بس نلعب عربيات ايه رايك في اللعبه دي تعالى بس نلعب يا اسطى عربيات ايه ده انا عملتهاش وانا صغير عملناها كبير يا ابني تعالى بس تعالى الفكره مش وحشه بس يلا بينا انا اكتب يا اخي احنا هنقوم دي الاسرع يا اسطى شغال لكم تخيل لو شفنا شغال هذه بقى يا اسطى طب بقول لك ايه انت لو لبستنا هتكفي تمام تعال هو مين اللي بيجري ورا مين يا اسطى بتعرف تلعب لوحدها انت فاهمك انت اليد بقول لك ايه استنى بس يا عم اسمع بس بما انك تفهم تفهم يلا تعالى نجرب لا انا مش لاعب اللعبه دي يا عم نجرب انا لسه بجري والله مش عارف العب هنا انت خايف من دي اه يا عم انت بتجري جامد انت بتجري انت فاهم جدا يا اسطى طب اركب وريني ده اخرك يعني اه وريني انت فيها انت فيها انت صغير خايف من دي يا اهبل حد يقول لي شغلها خايف من دي انت اطفال يا لسه ما بنات والله يا دمك منك يا بقول لك ايه انا عايزك تعمل لنا المنتع على اخرها جيب على اخرها وخد جوا اصبر حتى اخرك بقى يا عم العالم ربنا ما هوش الصراخ يا ابني انت كويس حبيبي مش عايز اقول لك بلاش تعالى كانت كويسه في الاول والله مش عايز اقول لك بلاش يا ابني انت كويس حسبي الله وانا اعمل وكيل فيك يا اسطى هشوف فيك يوم يا قلب البحرين لا يا عم شفت اللي قعدت تقول لي تعالى نلعب اهو شفت بقى اللي حصل لك يلا يا عم والله العظيم كانت العيال الصغيره كانت بطيئه ما اعرفش ايه اللي حصل لها دي طب يلا بينا ايه ده بقول لك ايه ما تيجي نلعب كوره
يا عم قادر اقوم. تعالى بس تعالى تعالى هو المنظر شكله مغري بصراحه. بس بقول لك ايه، تفتكر هيلعبونا معاهم؟ امال ايه، تعالى بس انا هقول لهم، انا هنلعب معاهم. انا بروح اقول لهم انا مستنيك جدعان، هنلعب معاكم. طب بقول لك ايه، تعال كلمهم كده. اخدت كاسفه شكلك كان وحش. طب خش انت بقى قول لهم. دي محتاجه برستيج واسلوب كده، هو فاهم. تمام تعال. يا زميكس ممكن يكون هلعب معاك. العب العب يلا من هنا. متشكرين يا اسطى. العيال دي مش هينفع معاهم الجو ده. امال هنعمل ايه طيب دلوقتي؟ شوف شوف عايزين نلعب. روح من ورا الجون وقابل الناحيه الثانيه. خلي بقى فوق. لا الواد نام عليا، واد بخل قد كده. ما اقول له بسبب كان لازم كوره يعني. اسمع ايه دلوقتي؟ بس الحمد لله اخذنا حقنا. حقنا والله احرقك انت عشان فرقعنا الكوره وضيعنا كده. اخذنا حقنا. العيال دي لو شافونا تاني مش هيسيبونا. شافونا فين يا عم اصلا؟ لو عرفوا يجيبونا اصلا. هو بقى اقول اسمع هو اول يوم اجازه كده. اقول لك على حاجه، انا هروح انام الاجازه كلها. مش هم دول؟ يا نهار اسود. طب جابونا يا فالح. اجري يالا اجري يالا تعالى. مش عارف اجري يالا. بس دخل علينا واحنا لسه بنجري كده. الحمد لله مش هيلاقونا خلاص. انت متاكد؟ الله يخرب بيتك يا اسطى. ايه كل ده؟ احنا نقعد الاجازه كلها جري ولا ايه؟